الشباب. لشباب سوريا، ما منهتم بطرح القضية وبس، لأنه كلنا شباب. لازم نتناقش ولازم نتحاور، نتفق ونختلف، أحياناً منصل لنتيجة وأحياناً بيبقى الحل معلق، لأنه كلنا شباب. الأهم إن آمن أنه دائماً في وجهة نظر تانية. آمن دائماً في وجهة نظر تانية. يسعد أوقاتكم مشاهدينا ومستمعينا وين ما كنتوا عم تتابعونا. حلقة جديدة من شباب سوريا بتطلع عليكم من راديو وطن اف ام. طبعا مواضيع دائما جديدة ومتجددة عم نحاول نطرحها لنلم بكل القضايا اللي بتهم السوريين. طبعا كمان إذا حابين تتواصلوا معنا أو تتابعونا فترددنا بداخل السوري 90.3 ورقمنا أكيد متاح، بتقدروا تتواصل معنا على رقم 0993 359000. منصات السوشيال ميديا على الفيسبوك وتويتر واليوتيوب، وأيضا رح نكون بالبث المباشر على الانستغرام إذا في حال كمان حابين تتابعونا. ما تنسوا أنه دائما معنا بالإعداد والتنسيق سمية طهوى، بالإخراج معنا مؤيد عبد الله. فاصل وبنرجع لنرحب بضيفنا ونطرح موضوعنا. حلقتنا لليوم يعني كلياتنا بنعرف انه الكثير من المنظمات طلعت بعد 2011، اشتغلت منا ومنا تسكرت والى ما هنالك. واحدة من المنظمات اللي بشتات حاولت انه تدعم السوريين الموجودين بالداخل ودول الجوار بحملات او بتغطية اعلامية عبر كتابة تقارير وقصص وترجمتها لإيصالها للمجتمعات الغربية. رح نرحب بمسؤولة التواصل بمنظمة حملة من أجل سوريا رنيم أحمد. أستاذة رنيم مساء الخير. مساء الخيرات يا هلا أغيض. أستاذة رنيم، إذا يعني تعطينا فكرة عامة عن هي المنظمة، إمتى تأسست، شو الأقسام الموجودة عندكم، شو بتعملوا أساسا، وين بتشتغلوا؟ نعم. أول شيء شكرا كثير لاستضافتي. نحن حملة من أجل سوريا أو The Syria Campaign هي منظمة دولية تأسست عام 2014، وهي عبارة عن مجموعة من ناشطات وناشطي حقوق إنسان وخبرات متعددة بالمناصرة والحملات والإعلام. نشتغل مع بعض لحتى نحشد الناس حول العالم ليناصروا السوريين وليوقفوا جنب السوريين بنضالهم من أجل سوريا حرة وديمقراطية. يعني وحاليا نعم تفضل. لا قبل حاليا كنت بدي اسال انه يعني معناتها انتم ما مستهدفين فقط السوريين، مستهدفين كمان يعني مواطنين من دول اخرى للتضامن مع السوريين، هيك فهمت؟ نعم نحن بنستهدف بنقول لهم الديستنت هيومنز او الناس اللي هم بعيدين عن سوريا لحتى يعرفوا شو عم يصير ببلد سوريا أو بكوكب سوريا مثل ما بنقول له، ويناصروا السوريين المدنيين بنضالهم. طب هون يعني أنا كأجنبي ممكن أتساءل إذا في حال واجهتني أو شفت هيك حملة، شو اللي ممكن يقنعني أنه أدعم هاي الحملة كأجنبي؟ يعني أنت لما بتشوف الناس المدنيين عم يعانوا بسبب الحصار أو بسبب الاعتقال أو بسبب الظلم يلي عم يصير عليهم، فإنسانياً الإنسان بيتضامن مع الإنسان الثاني. فنحن هدفنا أنه نخلق هذا التضامن العالمي للقضية السورية، وبنفس الوقت نحاول لأنه لما بيصير في رأي عام يعني أنه بيتوافق مع السوريين أو بيساند السوريين، فممكن هذا الشيء يأثر على صناع القرار وبالتالي ممكن يأثر على مستقبل سوريا. حلو. طيب أستاذة رنيم، يعني دائما نحن عم نحكي بالاحتمالات، والمنظمات إجمالا هي اللي طلعت بعد 2011، عم يعني كلكم الله يعطيكم العافية، كل حدا عم يحاول قدر الإمكان يعمل الشيء اللي بيقدر عليه، بس كلياتهم كمان عم يشتغلوا تحت بند الاحتمال انه ممكن المجتمع الدولي ينتبه، ممكن كذا. ما في اي شيء اكيد بخصوص عملنا نحن. ليه؟ طبعا اكيد يعني نحن بالاخير يمكن ما يكون عنا السلطة انه نأثر مثلا عسكريا او سياسيا او نغير على ارض الواقع، ولكن هذا ما بيعني انه نوقف شغل.
وهذا ما بيعني إنه نوقف عن المطالبة بحقوق السوريين وبحقوق المعتقلين وبحقوق النساء السوريات وبحقوق الأطفال بمستقبل أفضل. فنحن رح نضل عم نناضل حتى لو خسرنا الأرض أو خسرنا صنع القرار، بس بتضل الرواية والتاريخ أمانة عنا إنه لازم نضل محافظين عليهم أكيد. ونضل عم نحاول كل جهدنا لحتى رواية السوريين تضل طالعة. يعني واحدة من أشكال النضال اللي بنقدر نعتبرها ويعني ولهلأ ما وقفت، سواء كان من قبل حملة من أجل سوريا أو من قبل منظمات ثانية، اللي هو الحملات اللي عم المختصة بالانتهاكات ولعودة بعض السوريين الطوعية أو القسرية من دول الجوار لسوريا. شو بتخبرينا عن هذا الموضوع؟ طبعا نحن وحدة من الحملة الأساسية اللي بنشتغل عليها هي عودة اللاجئين السوريين من خاصة بدول الجوار، فنحن دايما بنشتغل على توثيق الانتهاكات أو بنشتغل كمان مع شركاء تانيين سوريين بيوثقوا هاي الانتهاكات بحق السوريين اللي عايشين بدول الجوار مثل تركيا ولبنان. عم يصير في حالات عودة قسرية أو السوريين عم يلاقوا حالهم إنه ما عندهم خيار غير إنه يرجعوا، حتى لو كان طوعا بس هو بالأخير عم مجبر. ينضغطوا لحتى يرجعوا لبلدهم بسبب يمكن سوء الظروف المعيشية برا سوريا أو بسبب العنصرية وخطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين. وعلى الطرف الثاني كمان بنشتغل مع منظمات حقوقية بتوثق الانتهاكات جوا سوريا، فنحن بنعرف إنه لما السوريين عم يرجعوا على سوريا هن معرضين لأخطار مثل الاعتقال، مثل الموت تحت التعذيب، مثل الخدمة العسكرية الإجبارية واللي بيعرض حياتهم للخطر. فنحن من واجبنا أنه نضل عم نحكي عن هاي الانتهاكات، نوصلها للإعلام الغربي ونحاول نحشد تضامن رأي عام مع هاي الانتهاكات لنأثر على القرار، لنأثر على حكومات الدول المجاورة لحتى تخلق بيئة أحسن وأفضل للسوريين. وكمان بدنا نأكد على موضوع إنه سوريا لسه ليست آمنة لعودة السوريين بسبب استمرار الحرب وبسبب الاعتقالات اللي عم تصير من قبل النظام ومن قبل فصائل تانية. فنحن كتير ضروري إنه نخلي المجتمع الدولي يتحرك يأمن سوريا بالأول لحتى السوريين يقدروا يرجعوا على بلد آمن ويتمتعوا بحقوقهم. يعني سؤال يطرح نفسه هون بهذا الصدد، مشتغلين او عم تشتغلوا من 2014، ما هيك؟ نعم من 2014 لهلا بنقدر نقول انه صار في شيء ملموس بالفعل، غير موضوع انه نحن عم نرفع تقارير، اكيد التوثيق جانب لا يستهان به، خاصة نعم موضوع الصراعات. بس قد ايه يعني 5 سنين نسبة العمل الفعلي او النتيجة الفعلية اللي اخذتوها على ارض الواقع؟ هلا بصراحة صح ان السوريين المدنيين لسه عم يعانوا، ونحن عم نشوف هلا السوريين المدنيين بإدلب مثلا عم يعانوا كثير، ولكن نحن خلال هاي السنين في عنا انتصارات بنفخر فيها وهي نتيجة جهد من شركائنا على الأرض ومن شركائنا خارج سوريا. في نتائج مثل انه حشدنا دعم كثير كبير للدفاع المدني او للخوذ البيضاء، صارت الناس تعرف مين هدول أصحاب الخوذ البيضاء، المتطوعات والمتطوعين بالدفاع المدني اللي عم يخاطروا بحياتهم لإنقاذ حياة المدنيين من تحت الأنقاض. صار في نوع من التضامن من خلال المطالبة مثلا بتشكيل لجنة عند الأمم المتحدة للتحقيق في موضوع قصف المشافي واستهداف المشافي أو استهداف المراكز الحيوية. فنحن بنحس انه صار في تضامن عالمي، صار في كمان تغطية إعلامية كبيرة لموضوع المعتقلين. العام الماضي صار لأول مرة من 8 سنين اجتماع خاص بمجلس الأمن لمناقشة المعتقلين السوريين، وكانت الناشطة السورية آمنة خولاني وعضوة حركة عائلات من أجل الحرية حاضرة وألقت خطاب قوي جدا تضامنوا معه أغلب أعضاء مجلس الأمن. فهذا نحن بنعتبره نوع من الانتصار، لأنه
بالأخير نحن هدفنا أنه نحرك الرأي العالمي ونضغط على المجتمع الدولي ليتحمل مسؤوليته. نعم، بخصوص المعتقلين رنين، في عنا أرقام محددة أو في عندكم أرقام محددة ممكن نذكرها؟ هلأ المعتقلين أو المغيبين قصرا، العدد المتوقع بحسب مراكز توثيق انتهاكات حقوق الإنسان السورية هو وصل للمئة ألف مغيب قصرا، أغلبهم في سجون النظام، والباقي متوزع بين داعش غيبت تقريبا شي 10 آلاف سوري مدني مغيبين قصرا ومو معروف مصيرهم، وفصائل أخرى مشاركة بالصراع. فنحن هدفنا هو أن نطالب بمعرفة مصيرهم للمغيبين قصرا، نطالب بإطلاق سراحهم، نطالب بفتح السجون للمنظمات الإنسانية الدولية لتفوت وتتأكد من صحة المعتقلين الموجودين بالسجون، ونعرف وين مصيرهم، شو صار فيهم. نعم، طب يعني إجمالا العمل طوال هي الفترة من قبل المنظمات والتقارير الكثيرة اللي رفعت الأمم المتحدة أو المجلس الأمن أو يعني الجهات المسؤولة أو اللي عندها القدرة للتدخل أو الرأي للتدخل بسوريا، نعم ما بتتصوري إنه صار في عندهم التقارير الكافية والمعلومات الكافية لأنه بالفعل في أكيد معتقلين، بالفعل في اضطهاد، بالفعل في اختفاء قسري، ومع ذلك يعني ما عم بيتحركوا؟ أكيد، للأسف المجتمع الدولي خذل السوريين بشكل كتير كبير، وما بعتقد بالتاريخ أو بحول العالم في بلد قدم أدلة قد سوريا. فنحن الأدلة عنا كل يوم، بيطلع صور وبيطلع فيديوهات موثقة وبيطلع تقارير عم نفرجيهم الأدلة. العالم خذل، المجتمع الدولي خذل السوريين، ولسه ما صار في تحرك حقيقي لوقف معاناة السوريين، ولكن هذا الشيء ما رح يوقفنا عن العمل، رح نضل عم نطالب بحقوق السوريين، رح نضل عم نشتغل لآخر رمق لحتى يصير للسوريين حقوق وتتحقق العدالة ويعيشوا، ياخذوا مستقبل أفضل، يعيشوا ببلد آمن، ببلد يتسع الجميع نعم، والكل فيه يتمتع بحقوقه. يعني بنتمنى اكيد امنياتنا مشتركه بهذا القسم، بس يعني موضوع الادله دائما انه بترفع للامم المتحده، يعني ما بخفيكي رنيم، كانه دائما عم نقول انه شوفوا نحن منا كذابين، يعني نعم نحن صرنا بموضع للأسف، نحن عم ندافع عن مصداقيتنا بالوقت اللي النظام ما عم يقدم شيء، وهو اللي صار على حق، أو ما بعرف كيف تحولت القصة. بجميع الأحوال نحن لأنه ما لنا سياسيين، يعني نحن رايدين نسلط الضوء على معاناة الناس اللي هن رح يكتبوا التاريخ. نعم برأيك الشغل اللي أنتم عم تغطوه، أو قبل هذا السؤال، أنتم في شغل لكم عم تغطوه بلبنان ما هيك؟ هلا نحن بنتواصل، عنا شركاء بدول الجوار، وعنا شركاء حول العالم، وعنا شركاء كمان جوا سوريا بنشتغل معهم وبنستمد منهم المعلومات والتوثيقات، وبنستمد منهم القيادة، يعني بنشوف هن شو هي مطالبهم وبنحاول ننقل هي المطالب. نعم، طيب بلبنان يعني حاليا انتم موجودين هناك، معناتها بمساعدة شركاء أو يعني بتعاون مع جمعيات أخرى نعم، مالنا في موجودين نعم بشكل رسمي. نحن موجودين، يعني مركزنا هو بمدينة نيويورك وبلندن، وعندنا مكتب كمان ببرلين. طب من خلال اطلاعكم على الوضع سواء كان بتركيا أو كان بلبنان أو الأردن أو بمختلف المدن والمناطق اللي صار فيها سوريين هلأ، وضعكم أو نظرتكم للبنان وواقع السوريين فيه كيف بتشوفوا من خلال التقارير اللي عم تصلكم طبعا؟ نعم، هلأ من خلال التقارير للأسف صار في خطاب كراهية خاصة من السياسيين اللبنانيين، بعض السياسيين اللبنانيين وجهوا خطابات كراهية وبالتالي حشدوا الناس ضد السوريين، فصار في عنصرية تجاه اللاجئ السوري أو اللاجئة السورية. نعم هي العنصرية عم تدفع كتير من السوريين إنه يتركوا البلد ويرجعوا لسوريا بالرغم من المخاطر اللي ممكن يتعرضوا لها بسوريا. سوء الأحوال المعيشية، عجز الأمم المتحدة اللي موجودة بلبنان عن تقديم المساعدة لكل السوريين. نحن بنعرف إنه في أكثر من مليون سوري بلبنان،
فهذا العجز عم يخلق يعني مستوى معيشي كتير متدني للسوريين عم يعيشوه. منشوف دايما انه بكل شتوية في المخيمات السوريين بلبنان بتغرق، وفي منهم بيخسروا حياتهم بسبب البرد او بسبب هاي الفيضانات. فللأسف يعني نحن بس عم نطالب بالحق الأدنى للشخص الموجود هو لاجئ هربان من الحرب، إنه يتمتع ببيئة آمنة وياخذ المساعدة اللي هو بحاجتها. نعم. طيب رنيم، شو رأيك في أمبلال صارت معنا على الخط بظن، نعم حابة تطرح مشكلتها، فشو رأيك نسمعها؟ أمبلال طبعا أكيد. أمبلال مساء إيه الخير. نعم، مساء النوري، هلا. أمبلال على الطرف الثاني موجودة معنا الأستاذة رنيم أحمد اللي هي مسؤولة التواصل بمنظمة حملة من أجل سوريا. فتحدثنا قبل أهلا الهواء وسهلا. أنه في عندك مشكلة فحابة تحكيها بخصوص ابنك، فتفضلي. أي مرحبا، أهلا وسهلا. كيفك؟ يا هلا، الحمد لله تمام. كيفك أنت؟ أهلا فيكي، الله يسلمك. ابني هلا له من 2014، من الشهر الثامن 2014 محبوس بسجن رومي. نعم. أخذوه، كان لنا أسبوع بلا خبز، راح يجيب خبز من الفرن المعروف، فرن راس السرج هون بالمنطقة عنا اللي قاعدين فيها. أخذوه نعم. هو وابن عمته، وعلى أساس إنه بيطلع ما عليه شيء. راحت الأيام وإجت أيام، ضلينا بطلع شهرين ما نعرف وينه، حتى حكوا معنا، حكى بالأول ابن بنت عمي قال إنه هو برومي، وضل ابني لبعد بشي شهر لحتى عرفنا، دق لي الصليب الأحمر وقال لي هو هلأ صار بالهاي، إنه يعني وزارة الدفاع إنه لحتى يحققوا معه. لحتى يحققوا معه. طب وضلت اي حققوا معه، اي بخصوص شو بعدين يحققوا حولوه معه؟ على رومي. شو هي حولوه على التهمة رومي اللي موجهين له اياها؟ شو التهم اللي موجهين له اياها؟ حاطين له قتل وخطف عساكر بالمعركة عرسال، هوني المعركة اللي صارت هون بعرسال، أخذوا شباب كتير بوقته، ومن بيناتهم ابني واللي كانوا معه، يعني هني لا شاركوا لا هون ولا بسوريا. حطينا محامي بالأول، حطينا أول محامي، بعد شي 6 شهور قال لي ابني ما عم يرد علي، قلت له لا عم يرد علينا، قال لي غيره، غيرنا المحامي، عم تفوت الأستاذة ديالة شحادي لعندهم، قام قال لي وكلت الأستاذة ديالة، وصرنا نتواصل معها وأخذت كفالة $1000 على فتح الملف. هو هو وصرنا نتواصل سكر معها ملف مشان إنه شو بدها، مشان أمبلال. نعرف شو فيه. نعم أمبلال. نعم أمبلال، بس ناحيتين حابب أطرحهم. هو تسكر ملفه، يعني فضل. تم الحكم عليه وتسكر الملف. أي. أي. شو كانت محكوميته؟ يعني شو حكموا عليه؟ حكمه مؤبد، حكموا عليه مؤبد، وهلأ قدمنا تمييز للأستاذة عليا شحابي. نعم. عليا شلحة، الأستاذة عليا شلحة، قدمنا التمييز وقصة ما طلع نتيجة التمييز. ردت، ما ردت علينا، ردت على ابني بالسجن، تواصل معها، قالت له لبعد شهرين أو 3 لحتى يبين، لأنه الحكم كبير لحتى يبين معنى نتيجة التمييز. طب في ناحية تانية أم بلال، أي. يعني ابنك ما كان موجود بكل هاي القصة مثل ما عم تقولي. لا لا، شو 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 دليل؟ لفقت تهم تلفيق. طب كيف تهم لفقت تلفيق؟ هلا حكم هو حكم كان معه هاتف، هلا الواحد وقت بيكون معه هاتف فيه ينزل وين ما كان ويشوف انه هون في معركة، يصورها مثلا او ينزل مقاطع على اليوتيوب انه كانوا بيسحبها من على اليوتيوب، او انتوا ادرى بهاي الامور. صح، بس بدي اوضح نقطة، لانه حكينا تحت الهواء قلتي لي انه هنن أجبروه على توقيع اعتراف تحت ايه التعذيب. ايه تحت التعذيب، انت عامل هيك، صار يقول لهم ايه تحت التعذيب، من التعذيب كسروا له اسنانه. يعني انا ماني عم اقول شيء هيك، بس عم اقول لك انه كلها تلفيق بتلفيق. طيب لا مصدقينك انت اكيد. عامله وتحت التعذيب، بدي اقول الواحد ايه. يعني اي واحد يحط حاله محله بدي اقول له ايه، مشان يتلافى العذاب اللي عم ياكله. طب في ما كان في طب شرعي هنيك؟ ما كان في شرطه؟ رحتي لهم؟ شو منظمات يعني جمعيات رحتي؟ كانت الصليب الاحمر لعندهم، وكانوا حتى وقت حكى معي الصليب الاحمر قام قال لي تركت الدكاتره عنده واموره بخير. يعني بس شو كان بعد شي شهرين ونص او 3 لحتى عرفنا انه هون،
لحتى دق لي الصليب الاحمر وقال لي انه ابنك محل الفلاني وفيكي تروحي تزوري. وهلا قلت له كيف وقام؟ قال لي هلا تركت الدكاتره عنده وان شاء الله اموره بخير. يعني هذا لو ما كان متعذب كثير ما كانوا الدكاتره عنده، ما هيك؟ طيب هلا صار له 5 سنين، حتى جسمه كان مصبغ. صار له 5 سنين هلا؟ صار له 5 سنين؟ ايه، من الشهر الثامن 2014 صار له 5 سنين حاليا. واطلقته كان احداث. نعم، واطلقته كان احداث، كان احداث وتم حكمه مؤبد. ايه طيب ام بلال، هلا حاليا انتم بتعرفوا مكانه وين متواجد وعم تزوروه؟ عم تقدروا تزوروه؟ بتجر الرومي. ايه عم تقدروا تزوروه وتشوفوه؟ عم روح ايه كل 3-4 أشهر لحتى يتوفر معي شوي واتدين لحتى اروح ازوره. طب وبطلع مكسوره. نعم. طب من غلات الاسعار، لانه ما منفوت معنا شيء، منفوت معنا ثياب، وحتى ايام الثياب اللي بناخذها بيرجعوا لنا نصها، هذا ما بيفوت في سحاب وهذا ما في ما بيفوت مطيط على هيك. نعم. طب ام بلال بدي بدي بس بدي انقل الموضوع لعند الاستاذه رنيم. استاذه رنيم، مثل هيك حالات وفي منهم كثير طبعا، يعني كنا عم نحكي انا وامبلال في كثير حالات وكثير امثله مثل هي الحالات، وامبلال لساتها معنا ما هيك. طيب مثل هيك حالات او هيك مواقف، يعني حملت من اجل سوريا شو بتقدر تعمل؟ هلا للاسف نحن كمنظمه ما عندنا تواجد بلبنان، ما فينا ابدا يعني نعمل أي شيء ملموس، بس فيني أنا أنصح أم بلال إنه تحاول يا أما توصل قصتها للإعلام، ممكن تبلش بالإعلام اللبناني، وممكن هالإعلام اللبناني يعمل نوع من الضغط على الحكومة لإعادة النظر بحالة ابنها. ممكن كمان أنصحها تتواصل مع منظمات حقوقية موجودة بلبنان، منظمات حقوقية لبنانية ممكن تتابع حالته يعني الطالب مثلا بطعن الحكم او شيء. طب رنين، في اسماء منظمات ممكن لانه عم تسمعنا بلكي لعل وعسى؟ شو هي المنظمات؟ انا هلا ما في اسم ببالي، بس فيني اسال الفريق وابعث لك ياهم مسج بتقدر توصل لياهم لان بلال. تمام والله يا ريت، يعني بلكي بيطلع شيء. يعني ما عم يخطر هلا شيء ببالي، بس فيني انا اجمع اسماء منظمات حقوقيه او انا لو يعني يهمك ولا يهمك ذاتا. هو الحال السؤالي كان مفاجئ هيك، وبعرف الوضع اكيد. طب ام بلال، سلامتك ام بلال، سلامة قلبك، وان شاء الله الله يرد لك يا سالم يا رب. ام بلال خلص، معناتها رح اخذ الاسماء، اسماء الجمعيات او اذا في ارقام او ما بعرف عناوين، اي شيء بتعطيني اياهم استاذه رنيم بحول لك اياهم بعد الهواء. تمام ايه ان شاء الله ببعث لك. في اب بلال بده يحكي معك بنقطه كمان. ايه في اب بلال هون بده يحكي معك بنقطه اذا سمحت. ايه اكيد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ابو بلال، يا اهلا وسهلا. شلونك اخي؟ يا اهلا وسهلا اخي. هون انا اذا كنت طالبه بشيء انا بطلب اعاده تحقيق، لانه وقت عم بصموك على شيء وانت مطمش بمسكوا ايدك وصيروا يبصموك. سجون هون مثل سجون سوريا عمي. نفس النظام، كل إجرام. نعم. لأنه تحت القتل عم يعترف على أم الواحد، عم يعترف على أخته، عم يعترف على أبوه، كله تعذيب وإجرام. أبو بلال كنا سألين، بلال ما بعرف برجع بسألك، رحتوا على شي جمعيات أو منظمات حقوقية بتعنى بحقوق الإنسان أو؟ عم ما في هون أصل المحامين تبع الأمم بقول لك نحن ما بنتدخل بالأمور هاي. طيب ليش عم يقبض رواتب معين؟ اشتكينا للأمم مع التلفة، ليش ايش عم يقبض رواتب من الأمم كلها بآلاف الدولارات يعني المحامين؟ محامي الأمم المتحدة نعم، شو كانت حجته؟ المحامي تبع الأمم شو كانت حجته؟ أنا ليش ما بده يتدخل؟ نعم ليش ما بده يتدخل؟ ما بدخل إرهاب، لأنه كل الشعب المسلم صار مرهب إرهاب عمي. لا بس قصدي المحامي المسلم صارت إرهاب. نعم المحامي ما أعطاك سبب منطقي أنا ما بدي أتدخل، طيب ليش؟ ما قال ما بدخل بالنظام هذا، النظام بالمحاكم ما بدخل. طيب. طيب بس يطلعوا يعني شو الاجرام هذا؟ طيب اجرام انا اذا فيكم ابو بلال اطلب على التحقيق، ودي تحقيق مع الحق ومعه. نعم. هم مجرمين. مجرمين بكل معنى الكلمه، وانا مسؤول عن كلامي. نعم. عايش طفل عمره 18 سنه كان طالع له طب بشري، ما طب 18 بكالوريا طالع له طب بشري، انحط بده يعيش ولا بس ولا بالنصره ولا بهذا، كل هالامور هي نحن مشتغلنا نحن بالقصير اصلا، ما قربنا على الشلاسل ونحط دم برقبتنا. طب ابو بلال انا بدي ابو بلال يا ابو بلال انا بدي اتشكرك طبعا. يعني وتعزي يعني ما بعرف الحزن يعني لما بسمع هيك اخبار، وخاصه حكيت مع ام بلال ذاتا يعني طب بشري ومستقبل قدامه فورا او فجاه هيك يعني
ما حرام. هلا بتعرفوا حفظ القرآن بالعشر قراءات شو بيخافوا من 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 من, 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 من التعليم يعني. طيب هذا ما كان ما حرام، هذا عارف لو محبوس وعبد الرسول جمع شو عليه خليه محبوس. طيب أبو بلال أنا بدي أشكرك، بدي أشكرك أبو بلال على اتصالك وعلى المعلومات اللي عطيتنا إياها. ما بعرف رح نشوف شو بنقدر نعمل، في أي شيء بنقدر نعمله فأكيد رح نرجع نتواصل. يعطيك العافية. الله يسلمك رنيم. يعني ما بعرف أنا، هي واحدة من القصص اللي كل يوم يعني السوريين بيعانوا، يعني هي هي معاناة السوريين. كل يوم في سوريين بيعانوا هي المعاناة، كل يوم في أمهات عم تحترق قلوبها على أولادها بالسجون. وللأسف يعني صعب، ما بعرف شو بدي أقول. مشان هيك دائما يعني عم حاول قدر الإمكان بلكي أعطي أمل لهدول الأشخاص. الحالات اللي يعني الأم اللي بحسرت ابنها صار لها 5 سنين، لعل وعسى أنه يكون في أمل، ما بعرف. وهو هذا الأمل ذاتا عم ينبع من أعمال مثل منظمة من حملة من أجل سوريا، الأعمال اللي عم تقوموا فيها، ويعني بالفعل ما عم توقفوا على الرغم من السنوات الطويلة من العمل وعلى الرغم من التخاذل الدولي بخصوص القضية السورية. نعم، نحن بالنهاية رح نضل الناظر لحتى يجي يوم تتحقق فيه العدالة ونحط المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الخذلان والتجاهل لكل هالسنين. يعني كان ممكن معاناة السوريين تنتهي من سنين، ولكن استمرت بسبب خذلان المجتمع الدولي. ونتأمل أنه يجي يوم تتحقق العدالة والناس اللي كانوا مسؤولين عن معاناة السوريين ينحطوا يعني يتحاسبوا. يتحاسبوا أكيد. طيب رنيم، يعني أنا معك بكون وصلت ختام الحلقة، يعني داركنا الوقت، ما بعرف إذا حابة تقولي أي شيء أو تحكي أي شيء، فأتفضل الهوى معك. شكرا كثير لك. بدي بس وجه رسالة للسوريين الشتات اللي موجودين برا سوريا، إنه نحن حتى لو عاجزين إنه نغير الواقع على الأرض ونغير أي قرار سياسي أو أي، خاصة بأنه في كتير دول متدخلة ببلدنا وعم تاخد القرار عن السوريين، ولكن هذا ما بيعني أنه نحن نسكت أو ما نعمل أي شيء. لازم نضل عم نطالب بحقوقنا، لازم نضل عم نطالب بمستقبل أفضل للسوريين. مظاهرة ممكن تعمل فرق، مقال مع أي جهة إعلامية ممكن يعمل فرق، منشور على الفيسبوك ممكن يعمل فرق. فبتمنى على كل السوريين يساندوا ناسهم وأهلهم الموجودين هلأ بإدلب وبمناطق تانية بسوريا عم تتعرض لكل أنواع الانتهاكات. بتمنى عليهم يضلوا عم يساندوهم لحتى أهلنا بسوريا ما يحسوا حالهم لحالهم، ولحتى نناضل سوا، لأنه ما رح ننتصر كسوريين وما رح ناخد البلد اللي نحن بنحلم فيه إلا إذا توحدنا كلياتنا مع بعض. أكيد رنيم، أنا بدي أشكرك وأكيد يعطيكم ألف عافية على كل شيء عم تعملوا، خاصة الناحية التوثيقية اللي عم تشتغل عليها، هي ناحية لا يستهان بها. يعني نحن سمعنا من فترة قريبة حتى أنه باليونان بعد 40 سنة تحققت العدالة، فحتى لو بعد 100 سنة الوثائق ضرورية والتوثيق ضروري لأي قطرة دم تراق، طبعا مدني تراق بالأرض السورية. بدي أشكرك رنيم أحمد، المسؤولة عن التواصل بمنظمة حملة من أجل سوريا. يعطيكم ألف شكرا كثير أغيد. شكرا لسمية ومؤيد من وطن فهم. تحياتنا لك، كل التوفيق. أكيد الشكر موصول لكم مستمعينا ومشاهدينا، وأكيد لسمية طه بالإعداد ومؤيد بالإخراج. كان معكم أغيد من وراء المايك، نشوفكم الحلقة الجاية.